بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ولا ومرحبا بكم لمتابعه تفاصيل هذه المباراه، مباراه القمه، مباراه الديربي، الجوله رقم 14. يلتقي من خلال فريق الوداد الرياضي وفريق الرجاء الرياضي على ارضيه ملعب البشير، حيث الصراع، حيث البحث الذي سيكون من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه واحدة من مباريات الدوري الاحترافي. اليوم مباراة تلعب بدون جمهور، لكن نتمنى أنه على مستوى رقعة الميدان تكون هنالك فرجة خاصة وخالصة هنا بمدينة المحمدية، وبالضبط بهذا الملعب، ملعب البشير. الأنظار التي تتجه إلى اللاعبين الذين يطمحون من أجل الدخول بصورة جيدة وأيضا بكل واقعية من أجل تحقيق الانتصار. واحدة من المباريات التي تأتي، التي يبحث من خلال كل طرف في خضم، ممكن نقول بأنه نسق الانعام على مستوى التنافسي وعلى مستوى التباري المتباين بالنسبه للطرفين. نعم، الرجاء الرياضي 27 نقطة من 13 مباراة، من 7 انتصارات 6 تعادلات. الفريق الذي لم يمنع قط بهزيمة على مستوى الدوري الاحترافي يواجه فريق الوداد الرياضي الذي راكم 12 مباراة من مباريات الدوري الاحترافي، والتي يطمح من خلالها للارتقاء. نعم، في خضم مباراة ناقصة، 7 انتصارات تعادلين 2 و3 هزائم 23 نقطة. إذا الصراع سيكون قوي، وقوي جدا على أرضية هذا الملعب، والأنظار أيضا ستكون كبيرة وكبيرة لطموح الطرفين للفريقين، معا اللذان يطمحان من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وأيضا من أجل الظهور بشكل مميز. جماهير حجزت مكانها، نعم، في المقاهي، في البيوت، من أجل معاينة هذا اللقاء، هذا الديربي الذي يطمح من خلاله للوداد ولفريق الرجاء الرياضي لأن يقدم من خلاله متعة خاصة وأيضا أداء قوي. هنا النظرة الأولى على الطاقم التحكيمي وأيضا على اللاعبين الذين سيخوضون غمار هذه المنافسة، والتباري الإمكانيات اللي ممكن أن تجي من طرف أحد اللاعبين اللي بإمكانه أنه يحقق نتيجة إيجابية ويحقق ما بذلك مشوار مهم. نذكر بأن الرجاء هذا الموسم سجل 23 هدف، الوداد هذا الموسم سجل 17 هدف، والمشوار سيستمر على مستوى رقعة الميدان. حضرات، وسنقدم لحضراتكم التشكيل الأساسي للفريقين، مع أن روح رياضية عبد الخفيفي، وأيضا نشوفوا لاعب جبران. روح رياضية مهمة، والدخول الرسمي للفريقين معنا على مستوى رقعة الملعب. الإمكانيات التي ممكن أن تظهر، يعني مع انطلاقة المنافسة ومع انطلاقة التباري، من يا ترى سيكون السباق للتهديف؟ هناك حاسيس عديدة تراود المشجعين المناصرين، كما هي أيضا تراود اللاعبين الذين يدخلون لرقعة الميدان والذين يبحثون عن إمكانية بصم مباراة اليوم بأسمائهم، وأن تكون لهم بصمة خاصة على مستوى التسجيل وعلى مستوى التهديف. إذا المقابلة المرتقبة بعد ثواني فقط، والتي ستأتي لتعلن عن بداية التنافس والتباري بعد صراع دام في أكثر من 134 مواجهة، اليوم 135 هنا للمصافحة، وهنا أيضا الانطلاقة التي ستأتي بعد لحظات. إذا قلت بالنسبة للتشكيل الخاص بهذه المباراة، ننطلق بفريق الوداد الذي يدخل بالأسماء الرسمية الآتية: يوسف المطيع في حرس المرمى، باقي اللاعبين رقم 4 أمين أبو الفتح، 5 يحيى جبران، 13 عبد الله حمود، 16 جمال حركس، 17 زكريا دراوي، 23 هشام بو سفيان، أيت إبراهيم هشام، هنالك أيضا صامبو، ما نساوش سيف الدين بورا رقم 30، وأرسن زولا العائد أيضا للتباري والتنافس رقم 35. لتشكيلها ديال المدرب فوزي البنزرتي. الوداد الرياضي هذه المعطيات وهذه التركيبه البشريه يبحث اليوم لتحقيق مقابله قويه امام فريق رجاء الرياضي. من جانبه ايضا نذكر الطاقم التحكيمي الذي سيخوض هذه المواجهه قيادة جيد في الوقت اللي كنشوفوا الصور ديال لاعبي فريق رجاء الرياضي. هذه الصور ستبقى خالدة للذكرى بين الجماهير وايضا اللاعبين في حد ذاتهم. جلال جيد مصطفى كركاد، حمزة الناصري، جلال جيد الحكم الذي سيقود هذه المباراة، في غرفة الفار كريم صبري بمساعدة محمد رباني، الحكم الحاضر هو الاخر في غرفة الفار. اذا لحظات
وسنتابع الانطلاقة الخاصة بهذه المباراة، مباراة الديربي والتي تلعب هنا بمدينة المحمدية، يعني هذا المركب الرياضي محمد الخامس، نعرفوا بأنه التنافسية الكبيرة المقبل عليها المغرب على مستوى المنافسات الإفريقية وأيضا العالمية. بالتالي احنا كنشوفوا التنافس الذي ياتي ليكون هنا بمدينه المحمديه. التشكيله ديال فريق الرجاء الرياضي، في حارس المرمى انس زنيتي، باقي اللاعبين 4 اسماعيل مقدم، 5 عبد الله خفيفي، رقم 6 هنالك المادي مبارك، 11 نوفل زرعوني، 17 يوسف بالعمري، 23 محمد مكعازي، 26 يوسف بوزوق، بوركسوط 27، صابر بوغري 34، و 77 ادم النفاتي. التشكيله ديال جوزيف زيمباور الذي يخوض اول ديربي رفقه فريق الرجاء الرياضي مقارنة بالظهور اللي كان من جانب المدرب التونسي فوزي البنزرتي اللي خاض 4 ديال الدربيات السابقة سواء مع فريق الرجاء أو مع فريق الوداد الرياضي. إذن الأنظار تتجه الى اللاعبين على مستوى رقعة الملعب، غادي يكون صراع ما بين حراس المرمى، ما بين اللاعبين، ما بين المدربين ايضا، وكل منهما يطمح لان يكون صاحب الفوز، صاحب الانتصار، صاحب البصمه الخاصه كما قلت في بدايه التعليق على اطوار هذه المنافسه، ايما سيكون المنتصر والفائز عند الصفيره النهائيه لهذه المباراه. ذكر بانه صراع المقدمه مستمر ايضا بحضور فريق الجيش الملكي، ايضا من الفرق اللي ركبت مباريات خوياف، 13 مباراه، 8 انتصارات، 3 ديال التعادل، 2 ديال الهزائم، وبالتالي 27 نقطه، نفس عدد نقاط فريق الرجاء الرياضي. وهنالك ايضا المنافسه ديال فريق نهضه بركان اللي وصل 23 نقطه بعد 13 مقابله، واللي فيها 5 انتصارات، 8 تعادلات، ويعتبر ثاني فريق لم ينهزم هذا الموسم. اعطيت في هذه اللحظات انطلاقات المقابله، فريق الوداد الرياضي بالقبصان البيضاء من يمين الى يسار السادة المشاهدين، وفريق الرجاء الرياضي بالقبصان الرسمية الخضراء من يسار الى يمين السادة المشاهدين. الدقائق الاولى على انطلاقة هذا اللقاء، البحث من اجل الحصول على كرة على مستوى الخطوط الامامية، وتأتي الفرصة وتأتي ايضا الطريقة الجيدة على مستوى الخطوط الامامية. اذا اول ضربة خطأ، الكرة الثابتة من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، وسفيان الاستعداد للتعامل مع هذه الكرة الثابتة، ترفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، تحضير تطير إما هذه الخطرة تعود مرة أخرى لجبران الدراوي، يرجع كرته لأمين أبو الفتح، تغطية دفاعية مباشرة صوب الحارس المطيع، يلعب هذه الكرة جهة اليسرى، حاول من جديد من جانب فريق الرجاء، تغيير كلي في خط الوسط، البحث عن المرور على الانسلال، الحكم قريب من العمليه يعلن على مخالفه فوزي البنزرتي المدرب التونسي الذي يقود فريق الوداد الرياضي، والذي يعود ليكون في دكه احتياط فريق الوداد الرياضي او في قياده فريق الوداد في مباريات الدوري الاحترافي. فوزي البنزرتي نعم بارقام ومعطيات عديده يخوض من خلال قمار تنافسيه، فاز في العديد من المحطات، كان حاضر بقوه في ديربيات جيده، شارك ايضا فتره سابقه مع فريق الرجاء الرياضي على مستوى كاس العالم. نشوف هنا الانطلاقه، تحضير على مستوى خط الوسط، رجعت الكره من جديد ليسار فريق الرجاء الرياضي، بناء العمليه الهجوميه بين الشك من الجهه اليسرى، البحث عن من عن بوزو، تمرير اماميه، فرصه من مبارك، رجع الكره ديالو الخلف العامري، خط وسط، انطلاقه من جانب فريق الرجاء الرياضي، على تحضير من بوركسوط، اخذ ورد، بناء العمليه الهجوميه بهذا الشكل. وفي اخر المطاف هنالك العوده ديال العميد يحيى جبران لكي يامن المنطقه الدفاعيه، كره الرجاء الجهه اليمنى، لاحظوا التمرير الماضي، الحكم كيقول الكره الصالحه لنصر فريق الوداد الرياضي. جوزيف زيمباور يكتشف الديربي المغربي اليوم، شوفوا لاحظوا هنا الانطلاقه، بدايه ديال التمرير ولكن في اخر مطاف الى خارج الخط الجانبي الملعب، امين ابو الفتح، الانظار على مستوى خط الدفاع ديال فريق الوداد الرياضي بامين ابو الفتح، ايضا بجمال حركاس، التمرير المنطقه الدفاعيه، مشاركه يحيى جبران بين فين اخرى
كرة أمامية طويلة طويلة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربة مرمى صعود ديال مكعازي في العملية الماضية كان يبحث عن الانسلال الحصول على كرة هكذا على المستوى الخط الأمامي. يغيب العملود أيضا يحيى عطلة اللي تم المناداة عليه من طرف الناخب الوطني. نشوف هنا الكرة من جديد لصرف فريق الوداد تحضير على مستوى خط الدفاع وداد والرجاء الدربي الذي ينطلق كذا على مستوى خط الوسط. حمود تمريرة أرجع الكرة ديالو بهذا الشكل جهة اليمنى بوسوفيان ما يتسرعش يحافظ على الكرة ديالو يراوغ التمريرة دخول داخل منطقة الجزاء تصويبة هدوء في بناء هكذا عملية هجومية بين الطرفين. مطيع يختار كرة أمامية على مستوى الخط الأمامي ضايعة تعود لأدم النفاتي. أدم النفاتي تمريرة مطولة ولكن الأقرب هو الحارس المطيع اللي كان في المكان المناسب. عودة ديال بورا زولا يلعب الكرة ديالو أمين أبو الفتح إشراك جمال حركاس أرسن رجاء يضغط على مستوى الخط الأمامي يحاول القيام بدفاع متقدم. سيفتين بورا اللي يتخصص أيضا في هذا الملعب بالنسبة لسيفتين بورا لاعب اللي عنده 23 سنة سبق له لعب رفقة فريق محلي هنا بمدينة المحمدية فريق شباب المحمدية لعب في المغرب الفاسي سيري وزام إنتاج خاص مهم جدا لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. كرة أمامية على مستوى الخط الأمامي ولادية من الجهة اليمنى تغطية وكترجع عند ناس زنيتي تحضير على مستوى خط الدفاع خفيفي يلعب كرة ديالو أمامية بعيدة مباشرة إلى خارج الخط جانبي الملعب. كنعرفوا القيمة ديال هكذا ديال المواجهات خاصة على مستوى الديربي كيكون فيها ضغط كبير على اللاعبين اللي كيحاولوا ما أمكن أنهم يقلوا من عدد الأخطاء وأيضا يبحثوا على الفرص من أجل دور بشكل أبرز. صحيح ان الجماهير ما كاينش مدرجات ولكن هناك جماهير عديده تتابع عبر القناه الرياضيه ومتابعه لتفاصيل هذه المواجهه تالي تمحيص لكل حركه لكل عمليه هجوميه وايضا تغطيه دفاعيه. كره في خط الوسط بدايه لبناء عمليه هجوميه من جانب عناصر فريق الوداد ولكن مباشره الى خارج خط جانب الملعب. بوركسوت يلعب كرة ديالو عملية ديال المرور ما كانش جيد أمام حمود مبارك يعود ليستلم تغطية رجوية ديربي عنده خصوصية يعني كل مباراة عندها خصوصية ولكن الظروف ديال ديربي والصراع ديال ديربي كيكون أكثر. كرة في خط الأمامي أمامية ممتازة والحارس في المكان المناسب. رجاء أعطى رسائل غير مشفرة خاصة الانتصار الأخير بسد الأهداف من قبل هدف واحد عكس فريق الوداد الرياضي ولكن كما قلنا كل مباراة يعني عندها خصوصية ديالها. كرة الوداد تحضير على مستوى خط دفاعي تقدم شيئا فشيئا الوسط جبران إعادة كرة حركاس حمود مراوغة خط الوسط حمود التمريره ديالو ما مشاش بشكل مناسب عند ادم النفاتي نزل الكره ديالو كل هدوء. كره عند مبارك الجهه اليسرى انطلاقه هجوميه من الجهه اليسرى لفريق الرجاء الرياضي البحث على ادم النفاتي. ادم النفاتي توكش من الكره ديالو امام التغطيه الدفاعيه كعازي مبارك غير تماما الجهه اليمنى بوركسوت هذه مبارك. لاحظوا ان المترابطات ما بين عناصر فريق الرجاء الرياضي تعامل هكذا مع الكرات. كرة الرجاء كازي بوركسو مبارك
في الزروني، انطلاقه هجوميه رشاويه دخول داخل منطقه الجزاء. بين الكره الماضيه استلالات اللي كانت جايه على مستوى الخط الامامي. تذكير بالنتيجه بعد مضيع 10 ديال الدقائق، 0 مقابل 0 بين الطرفين، ولا فريق تمكن باش انه يحصل على الحلول على مستوى الخط الامامي. خفيفي العامري غير تماما الجهه اليسرى، لاحظوا الحلول كتجي من خلال تمريرات عرضيه طويله بهذا الشكل. هذا بولكسوت كينزل الكره ديالو، بولكسوت كيقوم بالمراوغه، حافظ على الكره ديالو، رجع للخلف مكعازي. مقدم مبارك كيمشي الان عناصر فريق الوداد الرياضي في الوقت اللي فريق الرجاء كيندافع على المستوى الخط الامامي. تمريره بخارج قدم بولكسوت، تمريره عرضيه جانبيه ومباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. كان الحل هو لعب الكره على الظهر ديال المدافعين ديال فريق الوداد الرياضي. بولكسوت حاول ما امكن انه يصعد الكره الماضيه، يقوم تمريره عرضيه ولكن ما تمكنش. 25 سنه لاعب ايضا سابق بصفوف فريق شباب المحمديه، لعب في كوكب الرياضي المراكشي. احمد بولكسوت كره الوداد، تحضير من جانب جمال حركاس، مطيع امين ابو الفتح، هدوء في هذه الدقائق الاولى ولا ال 15 الاولى. كره من جديد تعود لصنع عناصر فريق الوداد الرياضي. اشبا اعتماد على الكرات مطول للامام. كرة للرجاء جهه اليسرى، بناء عمليه هجوميه من جهه اليسرى بهذا الشكل لكن لم تكتمل. تواجد ديال صابر بوغرين كلاعب سريع، لاعب اللي بامكانه انه يلقى الحلول. العمري نظره من بنزرتي، رجعت الكرة من جديد للرجاء مكعازي. اللي كنلاحظوا هو انه اللاعبين يبحثون فقط على المنفذة، خاصة عناصر فريق الرجاء يبادرون الخط الأمامي. انطلاقة كرة من الجهة اليسرى، العمري حافظ على الكرة ديالو، اختار الكرة ديالو للجهة اليسرى من جهة فريق الرجاء الرياضي. صابر بوغرين يسري بوزوق، عملية هجومية لم تكتمل، تعود لتكون من جانب فريق الوداد. الهجمة مرتدة مضادة، بو سفيان هشام ينطلق، بو سفيان اختار تحدي الانطلاق والسرعة ولكن في آخر مطاف يعود ليشرك زملائه في هذه العملية. برنامج الدوري الاحترافي هذا اليوم يشمل مباراة أخرى أيضا، فريق البلدية الوجدية وفريق الفتح الرياضي، اتحاد طنجة، نهضة ممرة، وأيضا المغرب الفاسي، شباب المحمدية. الوقت الذي نتابع لقاع ديربي هنا في مدينة المحمدية، والنتيجة حتى هذه اللحظة 0-0. تكافؤ على مستوى رقعة الملعب مع انتصار ممكن نعتبره طفيف لعناصر فريق الرجاء على مستوى هيمنة. على تفاصيل هذه الدقائق الأولى، كرة ملعوبة للرجاء الرياضي، إعادة الكرة خفيفي خط الدفاع، إشراك الحارس أنس زنيتي. ١٤ دقيقة مرت حتى الان، نلعب دقيقه 15. انطلاقه هجوميه من الجهه اليسرى بالعمري، يحافظ على كورتو. كره للرجاء من الجهه اليسرى، عمليه هجوميه، البعث عن التمرير الجانبي. يسري بوزو، مراوغه، تمويه جسدي، الكره لم يكتمل. هذا من فاتي لمسه للجهه اليمنى ولكن مباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب. هذا من الفاتح على الصورة، خيار من الخيارات المتاحة في تشكيلة فريق الرجاء الرياضي لإيجاد السبيل
قصد التقدم على مستوى الخط الامامي. حديث على عدم النفات اكيد انه حديث عن 29 سنه لهذا اللاعب، سبق له ان كان رفقه فريق الجيش الملكي، مولوديه وجديه، الفتح الرباطي، غيرها من الاسماء. ذكريات خاصه ايضا باكاديميه محمد السادس لكره القدم. كره اماميه للوداد. البناء دراوي، حمود، جبران، يرجع كره ديالو جهه اليسرى، زولا، ارسن، سيف الدين بورا، سيف الدين يختار تمريره في خط الوسط، انزال ممتاز من الدراوي، تمريره اماميه والانطلاقه الهجوميه من الجهه اليمنى، بحث على حمود الاسرع مقدم، لا تزال لصالح فريق الرجاء الرياضي. تعامل جيد مع الكره الماضيه، العمري خفيفي ينطلق، بولكسوط يحافظ على الكره ديالو، تمريره جانبيه عرضيه جهه اليسرى، العمري مره ثانيه يستفيد من هذه الكره. 16 دقيقة مرت، هذا هو الأداء، هكذا هو الحال في مباراة اليوم. الكل حذر، الكل حذر، والكل راجع لتأمين المنطقة الدفاعية. الخطأ سيكون مكلف لا محالة. نعم، كرة ملعوبة أمامية، خفيفي ينطلق، يختار كرة الجهة اليمنى، بولكسوط يرجع كرة ديالو، آدم النفاتي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء. إبعاد للخطورة من جانب الدفاع. حكم يقول الكرة لم تغادر في آخر المطاف، كان تدخل يحيى جبران، سقط على أرضية الملعب، تأتي المخالفة، تنافس قوي، يدية قوية بين الطرفين. هذا الحذر إلى كم سيدوم؟ الكرة من جانب فريق الوداد الرياضي، الصورة يحيى جبران العميد. نذكر بأنه الفريق معان على مستوى الانتصارات، 7 انتصارات لكل فريق. الرجاء الرياضي المباريات اللي انتصر فيها كلها كان المستقبل، واحدة فقط اللي كان ضيف على فريق يوسف برشيد، اللي انتهت 3 ديال الأهداف مقابل هدف واحد. غير ذلك عنده 3 ديال المباريات بهدف واحد مقابل شيء امام اتحاد تورقة، المغرب التطواني، وايضا شباب محمديه، ثم انتصر 2 ديال الاهداف مقابل شيء امام الفتح الرباطي، انتصر 2 ديال الاهداف مقابل هدف واحد امام فريق نهضه ممرة، و6 ديال الاهداف امام فريق اتحاد طنجه، 6 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. كره اذا ملعوبه لصالح فريق الرجاء الرياضي على مستوى الخط الامامي الجهه اليسرى، بالعمري، انطلاقه هجوميه، مبارك، خفيفي، كعازي، اعتماد على الانسلالات وايضا على المترابطات الصغيره التي تاتي بين عناصر فريق الرجاء بهذا الشكل. المبارك حافظ على الكره ديالو اماميه، تحدثنا على انتصارات فريق الرجاء 7، الوداد ايضا تمكن من الحصول على انتصاراته 7، 4 منها كمستقبل و3 منها كان ضيفا على فرق اخرى اهمها شباب محمديه بثلاث اهداف مقابل هدفين، اتحاد طنجه بثلاث اهداف مقابل شيء، 1-0 على حساب فريق اتحاد تورقة. فيما كمستقبل فاز على شباب السوال المريادي 1-0، ايضا على فريق يوسف برشيد 1-0، وعلى حساب نهضه زمامرة 3 ديال الاهداف مقابل هدف واحد، نصف الحصة على حساب فريق المولودية الوجدية. يوسف مطيع التعليمات، لازلنا نترقب الاستفادة من انصاف الفرص. ضربة خطأ، كرة ثابتة لصالح فريق الرجاء الرياضي، مشكلة جيدة الذي يضبط ايقاع ديال المواجهة قريب من مجموعة من الكرات في الوقت اللي كنشوفوا بالعمري. إذا التعامل مع هذه الكرة كيف سيكون؟ 20 دقيقة الأولى،
العامري هدف من فتية يوما كرة تنفذ من جانب العامري غيبت بهذه الطريقة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي قبل ذلك هنالك الصافرة سقوط سامبو جوسي بوزو هل كان هناك خطأ تدخل الماضي لاحظونا الرأسية بهذا الشكل ومباشرة إلى خارج الخط الجانبي ولكن قبل ذلك نشوف هنا المتابعة ديال أنس سنيتي 20 دقيقة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في مباراة البياض في ديربي بين الوداد والرجاء كرة ملعوبة بهذا الشكل تعود لتكون من أرسن يختار في خط الوسط دراوي يستلم بشكل ناجح يغير تماما الجهة اليمنى تمريرة أمامية مطولة بعيدة الأقرب الحارس أنس زنيتي أول مواجهة تأتي في العام الجديد على مستوى منافسات الدوري الاحترافي عام جديد نتمنى لكم بآمال جيدة وتحقيق إن شاء الله لبلا أيضا نتمنى تألق يستمر أكثر فأكثر للرياضة الوطنية كرة في خارج الخط الجانبي للملعب تماس لصالح فريق الوداد سيفتين بورا رجع كرة ديالو الخلف لأرسن ضيعة في خط الوسط صابر بوغرين ضاعت له الكرة ندية كبيرة جدا وفي آخر مطاف هنالك تدخل أول بطاقة تشار في مباراة اليوم أمين بولفات أول انطلاقة اللي كانت من جانب إبراهيم على مستوى خط الأمامي لاحظنا الكرة كانت مطولة للأمام لكن هشام عيد إبراهيم سقط في المحظور لاحظونا تدخل لجبهة الكيفية شوف هنا إذن أول بطاقة صفراء تأتي تدخل في حق صابر بوغرين في مباراة اليوم يعني إذا تحدثنا عن الأخطاء خمس خطأ الوداد مقارنة فرق رجاء خطأ وحيد في الوقت اللي نصبوا لي تصويبات تسديدات على مستوى المرمى من جانب الفريق إيمان سقوط على أرضية الملعب انتظار وترقب مستمر نذكر بأنه على مستوى دوري الاحتراف الوطني لك الحديث على مستوى المقدمة والصدارة ب 27 نقطة في أسفل الترتيب الحسنية حقق أول انتصار له وبالتالي عنق 9 نقاط ليكون جنب لجنب رفقة فريق يوسفية برشيد اللي عنده أيضا 9 نقاط اتحاد طنجة عنده 10 نقاط شباب السور المريادي 12 نقطة ثم المولودية الوجدية 13 نقطة المغرب الفاسي 14 نقطة لذلك القادم من المواجهات سيكون على مستوى أسفل الترتيب هام لأن ثلاث نقاط ستجعل الفريق من الفرق يرتقي على مستوى السلم الترتيبي 4 إلى 5 مراكز البحث على تأمين حتى موضع سواء في وسط ترتيب دوري الاحترافي أو الارتقاء إلى المراكز الخاصة بالصدارة كرة من مهدي مبارك غير تماما تعود من جديد لتكون للرجاء بولكسوت رجع كرة ديالو الخلف أنس سنيتي هادئ تماما اختارها للجهة اليسرى خفيفي أصوات دكة احتياط سواء الوداد أو الرجاء المدربين معا المساعدين تسمع في أرشاء ملعب البشير بمدينة محمدية كرة رجوية أمامية عملية ديال المراوغة هنالك تدخل مخالفة يقول الحكم تدخل ديال اللاعب دراوي نوفل زرعوني لاعب طارة من الجهة اليسرى بشكل سريع وطارة يختار التقدم من الجهة اليمنى لاحظون التدخل الماضي تلعب الكرة من جديد لصالح فريق الوداد الحكم يقول مخالفة سقوط متكرر في مباراة اليوم يكسر الإيقاع كرة من جديد فريق الوداد
أمين أبو الفتح. كرة أمامية للوداد الرياضي من الجهة اليمنى. عملية التمرير لم تكن بشكل جيد من جانب بوسفيان اللي كان يمكنه أن يقوم تمريرها، لكن هنالك تدخل ديال الدفاع ديال فريق الرجاء الرياضي. كرة كترجع مرة أخرى عند مطيع. تمريرة للجهة اليسرى، هركاس، جبراند، مطيع، مترابطات في خط دفاع فريق الوداد الرياضي. أمين أبو الفتح رجع مرة أخرى، كرة للحارس المطيع. سير 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 هركاس دراوي. تمريرة من سيف ديمبورا. أمين أبو الفتح يلعب هذه الكرة الأمامية، البحث عن الانسلال الهجومي خاصة بتواجد الآن هشام بوسفيان السلام. كرة أمامية، تمريرة عرضية جانبية، تغطية خفيفة، تمكن من الكرة ديالو، هو الآخر يختار كرة مطولة للأمام. إبعاد للخطورة، كرة عند مالي مبارك. دراوي حمود بعيد عليه الكرة، يتمكن من استعادتها للوداد في خط الوسط. بو سفيان مراوغات أكثر باللاعب نسبة امتلاك الكرة كما نتابع 57% للرجاء الرياضي مقابل 43% لصالح فريق الوداد. كرة أمامية مطولة خفيفة الأسرع يتمكن منها، يعيد من جديد لتكون لصالح فريق رجاء الرياضي. زنيتي مقدم من العملي. دراوي حاول لو يتمكن من الكرة ديالو ولكن ضاعت له، رجعت للرجاء. من العملي كعاصي خفيفي بولكسوت يستفيد من هذه الكرة، تلقى من جانب مكعازي. لاحظوا المترابطات الصغيرة بهذا الشكل ولكن كتغيب الفعالية على مستوى الهجوم من جانب الفريقين. معنا كرة من مكعازي بعيدة بعيدة، رجعت مرة ثانية تكون من جانب فريق الوداد. لو ان مرات كان بامكانها تحمل جديد تمريرة عرضية جانبية من بولكسوت، والاسرع والاقرب المطيع في المكان المناسب. بولكسوت كيحاول ما امكن انه الكرة ديالو من الجهة اليمنى انه يلقى من خلالها السبيل للتمريرة عرضية، تلقى لاعب في الخط الامامي يستفد منها. نفس الامر كيقوم به اللاعب بالعمل من الجهة اليسرى. الوداد عنده انطلاقات، استعانة بسيف ديبورا، أيضا بوسوفيا من الجهة اليمنى. كاين خطأ مخالفة لصالح فريق الوداد الرياضي. هذه المباراة بهذا الشكل. الكرة من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي. حركاس مبارك كيكون الأسرع، تعود من جديد لتكون لصالح فريق الرجاء الرياضي. صابر بوغرين بالعمري، نوفل زروني تمريرة أمامية، محاولة لنوفل زروني، تمريرة ديالو داخل منطقة الجزاء، فرصة تغطية ديال الدفاع يمكن نعتبروها أبرز محاولة يعني حتى الآن بعد مضي تقريبا 29 دقيقة على انطلاقة المقابلة. الكرة الماضية اللي جات من جانب فريق الرجاء الرياضي، كرة من ماري مبارك يحافظ على الكرة ديالو. مبارك رجع الخلف مكعازي، الرجاء يندفع للأمام. تمريرة جهة اليسرى، يسري بوزوق بالعمري، صابر بوغرين، ماري مبارك تصويبة ديالو ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. هذه كرة من الهجمات ديال الفريق الرجاء الرياضي ولكن لم تبال ورر بالشكل المناسب على مستوى الخط الهجومي.
رجاء رياضي حتى هذه اللحظة 37 هجمة. ونشوفوا هنا كرة اللي كان بالإمكان ديالها أنها تحمل جديدة، ولكن هنالك التغطية الدفاعية ديال فريق الوداد الرياضي. حتى موضوع ديال صورة إتادة الوداد، انطلاقة هجومية من دفاع مرورة بخط وسط، ولكن ما كملتش الكرة، تعود مرة أخرى لتكون لمبارك. إيقاع يعني تكتيكي مقفل بهذا الشكل، كل مدرب يصبو لأن يستفيد من أنصاف الفرص. بولكسوت عملية هجومية، محاولة لا تدخل. بولكسوت سقط على أرضية الملعب. لاحظنا بأنه الفرصة جات من جانب بولكسوت باش أنه يقوم بتمرير عرضية جانبية بهذا الشكل هذا، ثم كيجي التدخل من جانب سولان. نعيد من السبع والاسم الذي يأتي ليكون في المنطقة دفاعية ديال فريق الوداد الرياضي. انقذ الكرة الباطية، لاحظوا هنا الكرة اللي مشات بهذا الشكل. جوزيف سينباور يتابع يرصد يتحسر على ضياع الكرة الماضية. نصف ساعة من اللعب بدقيقة، صفر مقابل صفر بين الطرفين. نتمنى انه الايقاع يكون افضل احسن مع مرور الوقت. طرفان معا، اكيد انه الدور ديال الجمهور كان كبير على مستوى امداد الشحنات المعنوية للاعبين، ولكن الان كنشوفوا المحاولات. اول شيء عدم تلقي الاهداف، وثاني شيء التعامل واقعية مع المقابلة، لانه هدف ممكن انه يجي في اي لحظة. كرة ثابتة، ضربة خطا لصالح فريق الرجاء الرياضي. سينباور يحاول بامكان انه يعطي تعليمات اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي. شوفوا هنا ادم الفتي يرفع لي كره داخل منطقه الجزاء، تغطيه من جانب الدفاع من جديد لصالح فريق الرجاء. الجهه اليمنى اخر مطاف الى خارج خط الخلفيه الملعب. الحكم يقول ضربه مرمى لصالح فريق الوداد الرياضي. يسري بوزوق الانطلاقه ديالو ما كانش بشكل ممتاز. يحيى جبران كيطلب الكرة، كرة ملعوبة الآن من جديد من جانب سامبو لكن ضايعة. تغطية دفاعية خفيفة، يرجع كورتو للحارس أنس الزنيتي. 32 دقيقة، صفر مقابل صفر. يعني يمكن نقول بأنه الإيقاع ما كانش سريع، ما كانش هنالك فرص عديدة. محاولة اللي تابعنا فريق الرجاء الرياضي، ولو أن التصويبة ديال بالعمري ما كانش بشكل المؤطر، ولكن يمكن نعتبرها هي أبرز محاولة تابعنا في الجولة الأولى. زيتي جل يسرى مقدم اسماعيل رفع كرة ديالو أمامية، هذه دي تمريرة جيدة، فرصة من جانب نوفل زروني، ولكن هناك رأي مرفوع من الحكم مساعد وصافرة مسموعة من حكم الساحة معلنة عن تسلل. تسلل لصالح فريق الوداد الرياضي. ونشوفوا اللقطة اللي أعلن من خلالها الحكم على التسلل في العملية الهجومية الماضية. تنفاد هذه الكرة. ستيفتين بوهرا ما تمكنش من تطهير الكرة ديالو، رجعت للدفاع. مبارك تألق بشكل كبير رفقة فريق الفتح الرباطي، ويسير لي يواصل المشوار رفقة فريق الرجاء. كرة في خط الوسط، جبران يا جبران رجعت الامين ابو الفتح. امين ابو الفتح تبريره اماميه مطوله بهذا الشكل مباشره صوب الحارس انس الزنيتي اللي كيتمكن من الكره ديالو. الفريقان قدما تاريخ حافل من المباريات الشيقه والقويه بين يديه كبيره، سواء بمدينة الدار البيضاء أو حتى حينما تغيير المكان إلى وجهات أخرى. كرة من جديد لصالح فريق الرجاء الرياضي،
دائما نصف ما يحدث هنا بملعب البشير بمدينة المحمدية في هذا اللقاء بين الوداد الرياضي وفريق الرجاء الرياضي. لقاء اللي مستمر بصفر مقابل صفر بحذر كبير بين طرفينا وفي غياب حلول على المستوى التهديف. كرة من جديد أمامية جانب فريق الرجاء الرياضي، صابر بوغرين تمريرة ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. كرة عند الحارس سقوط على مستوى خط الوسط، حكم خلل امتياز مباشرة إلى خارج خط جانبي الملعب. رجعت كرة من جديد بركسوب ما تمكنش من كورتو، العودة ديال سيف ديبولا. جال يسرى مباشرة إلى خارج خط الجانب الملعب. 10 دقائق متبقية على نهاية تفاصيل الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. لا جديد خاصة على مستوى هز الشباك. كرة من جال يسرى في اتجاه خفيفي، حافظ على الكرة ديالو، مرور بهذا الشكل. رجعت مرة ثانية أخذ ورد. تنافس مستمر، كرة للرجاء خط وسط. أخذ ورد بهذا الشكل. تمريرة المطولة للأمام جال يسرى، إنزال من يسري بوزوق بالعمري ولكن ما كانش هنالك انسجام على مستوى الكرة الماضية. كانت واحدة من الفرص اللي كتجي خاصة على مستوى الأطراف. إذا كرة لصالح فريق الوداد الرياضي. إيقاع تمنوا أنه يرتقي أكثر لأنه كل طرف حذر. الحذر يفرض التعامل مع مجموعة من الكرات بهذا الشكل. الكرة في اتجاه ويحاول ينطلق بالكرة ديالو من الجهة اليسرى ولكن قبل ذلك هناك الصافرة من الحكم هي الأخرى توقف إيقاع ديال العملية الهجومية. اللي تحدثنا على المسار ديال السنة الماضية كان مسار متميز سواء في الرياضات الجمعية أو الفردية، أسهم في ترسيخ مكانة الرياضة الوطنية على الساحة القارية والدولية. المشوار نتمنى أن يكون أفضل وأحسن أكيد هذه السنة دي. كرة بشكل بالعمري حاول يمرر ما تمكنش. أمين أول الفتح كان أفضل في التدخل ديالو الماضي، تمكن من الحيازة على الكرة. رجعت مرة ثانية من حمود، رجع كرة ديالو أمين أبو الفتح، انطلاقة في خط وسط. مبارك رجع كرة ديالو العمري، يسري بوزوق، يسري رجع كرة ديالو خلف العمري، كاين خطأ، الحكم كيعلن على مخالفة. لاحظونا التدخل أمين أبو الفتح مع يسري بوزوق في العملية الماضية والمخالفة اللي جات. جوزيف زينباور يكتشف الأمور في الديربي وينتظر أن يقدم لاعبوه الأفضل على مستوى الملعب. نفس الأمر بالنسبة لفوزير بنزرتي، حوار الجولة الأولى المستمر بالتعادل السلبي الصفر مقابل الصفر. كيف سيكون الحال والمآل في الصفر النهائية، أولها الصفر الأولى للجولة الأولى انتظار شوط المدربين. ضربة خطأ، كرة ثابتة لصالح فريق الرجاء الرياضي. الانتظار للتعامل مع هذه الكرة. صابر بوغرين، كرة ثابتة لصالح فريق الرجاء الرياضي.
هدوء في التعامل مع هذه الكرة. صابر بوغنين يرفع هذه الكرة أمامية مباشرة صوب الحارس. إعداد أخذ وقت أطول من التنفيذ اللي شاهدنا منذ لحظات، كان في آخر مطاف صوب الحارس المطيع. 40 دقيقة، 5 دقائق متبقية على نهاية الوقت القانوني للجولة الأولى، في انتظار معرفة كم سيضيف الحكم كوقت بدل ضائع. أجواء هادئة في مباراة اليوم بين الطرفين. هذه عملية هجومية تنطلق الآن من جانب فريق الوداد الرياضي. استعانة بالكرات في خط الوسط، البحث على الخط الهجومي بو سفيان، ولكن كترجع من جديد. جبران، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، جمال حركاس كل هدوء، حافظ على الكرة ديالو، تمريرة أمامية مطولة إلى خارج الخط الخلفي الملعب. اليوم بوهرة لم يترك مكانا لعبة في الجهة اليسرى، الآن كنشوفوا الجهة اليمنى رجع للخط الوسط فترة من فترة، شفنا أيضا يقوم بهام على مستوى خط الدفاع لكن لم يجد السبيل من أجل التقدم على مستوى الخط الأمامي. في الوقت اللي نشوفه هنا الانطلاقة من جانب خفيفي، كرة للرجاء الرياضي، تحضير، انطلق بالكرة ديالو، توقف في خط الوسط، تعود مرة ثانية لتكون للرجاء مقدم. يسري بوزوق من الجهة اليسرى، نشيط في الجهة اليسرى يبحث عن الحلول. كرة أمامية بهذا الشكل للجهة اليمنى في اتجاه بولكسوت، محاولة من أجل الحصول على هذه الكرة، الحكم يقول وصل اللعب، تعود لبو سفيان، بو سفيان ضاعت الكرة الماضية. أفكار عديدة في ذهنه لكن تطبيق على مستوى رقعة الملعب لم يكن بالشكل المناسب. ردة فعل فوزي البنزرتي ربما تختزل أشياء عديدة. كرة من جديد لصالح فريق الوداد، أمين أبو الفتح، وضيعة مبارك، الانطلاقة الهجومية، كرة رجوية، دخول داخل منطقة الجزاء، تمرير وتواجد في المكان المناسب على مستوى خط الدفاع من أمين أبو الفتح. بالعمري حافظ على الكرة ديالو، رجعت مرة ثانية رجوية، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة تغطية وسفيان، الانطلاقة من الجهة اليسرى، سريع حوار بينه وبين مكعازي، رجع كرة ديالو الخلف، دراوي، جبران، كرة أمامية الجهة اليمنى، عملية هجومية للوداد داخل منطقة الجزاء والحارس يصدها ثم تعود من جديد ودادية. قبل ذلك هنالك راية مرفوعة، الحكم يعلن على مغادرة الكرة للخط الخلفي للملعب، زاوية لصالح فريق الوداد الرياضي. يعني من أبرز العمليات الهجومية من جانب فريق الوداد الرياضي. لاحظوا هنا لعبت بهذا الشكل. أنا سازنيتي فكر على أن الكرة الماضية لمسات أحد لاعبي فريق الرجاء الرياضي وبالتالي كان يصبو للإمساك بها، ولكن سرعان ما عادت لتكون للوداد. غادرة الخط الخلفي، صافرة الحكم تعلن على على مغادرة الكرة الخط الخلفي للملعب. التسللات التي تأتي بين الفين والأخرى من جانب فريق الوداد الرياضي، خاصة بو سفيان من الجهة اليسرى وأيضا سيف دين بورا، لم يتم الاستفادة منها. كرة تنفذ، تحضير، هذا من فاتي يبعد الخطر. تلعب هذه الكرة أمامية، محاولة تغطية دفاعية، مبارك، رجعت كرة من جديد، إنزال كرة من خفيفي، خفيفي في اتجاه من زروني، يلعب الكرة ديالو هذه أمامية في اتجاه بولكسوت، بولكسوت بولكسوت كينطلق، فكر أنه يقوم بالمراوغة، زروني يرجع الكرة ديالو، كرة من جانب فريق الوداد الرياضي الانطلاقة، أنس الزنيتي خارج من المعترك، كرة عند مبارك، مقدم، مقدم يلعب الكرة ديالو أمامية،
فاشكل صابر بوغرين تمرير في اتجاه يسري بوزوق. يسري بوزوق يحافظ على الكره ديالو، يحاول يدخل داخل منطقه الجزاء، يرجع الكره ديالو من جديد عند ادم الفتي، صويبه مباشره عند الحارس المطيع. يعني الشوط الاول كنقول بانه بدا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه، هي فرص حقيقيه مع هذا كره او كرتين لكل طرف. لا زال الحذر سائد، لا زال الترقب سائد. كره من جانب فريق الوداد، تحديد في خط الوسط، تغيير كلي لجال يسرى زولا. ارسن يلعب الكره ديالو، بوسوفيان قام بالمراوغه التمريره ديالو في اتجاه صامبو داخل منطقه الجزاء، كره اماميه مطوله ومباشره الى خارج الخطه الخلفيه للملعب، ضربه مرمى لصالح فريق الرجاء الرياضي. لاحظوا هنا الطريقه ديال الانسلال، صامبو التصويبه ديالو مشات بعيده الى خارج الخط الخلفي للملعب. جوج دقائق اضاف الحكم على نهايه الشوط الاول، تسير الدقيقه الاولى اللي تنقضي. حضرت وسندخل في اخر دقيقه متبقيه، كره من ادم الفتي، تمريره عرضيه جانبيه راسيه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب على شمال حركاس على مستوى الخط الدفاعي. في الوقت اللي ادم الفتي كانت عنده تصويبه واحده قويه، ولكن كانت مباشره صوب الحارس المطيع صابر بوغرين يستعد لتنفيذه. نوف الزرعوني شوفوا هنا كره تنفذ في القائم الاول مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. اسماعيل مقدم لم يتمكن من تاطير الكره الماضيه. اذا الجوله الاولى تسير نحو النهايه في الوقت اللي تابعنا، يعني هذه المحاوله من جانب اسماعيل مقدم امام تواجد لاعب احسن زولا. يوسف مطيع، هل تكون اخر لمسه في الجوله الاولى من مباراه اليوم في انتظار الشوط التالي؟ نتمنى انه ينسينا تماما ما تابعناه في تفاصيل هذا الشوط الاول من هذه المباراه بين الوداد الرياضي وفريق الرجاء الرياضي اللي انتهى الفصل ديال الاول والشوط ديال الاول بصفر مقابل صفر. اذا جوزيف زينباور اكيد انه خدام معطيات نفس الامر. اهلا سي حميد، نهايه الجوله الاولى بتعادل سلبي بين الفريقين. يحضر معنا الناطق الرسمي باسم فريق الوداد الرياضي محمد طلال. سي محمد طلال اهلا ومرحبا بك. اكيد كنعرفوا حيثيه الديربي، كنعرفوا بان مباراه قويه، مباراه الموسم، ربما بالنسبه للفريقين شنو ممكن تقول لنا على مباراه اليوم؟ اكيد يكفي ان تسمى مباراه الديربي امام الغريم التقليدي لكي نقول انها مواجهه قويه، لكن لست تقنيا كعادتي، ساتكلم كمثير وكمحب لنادي الوداد. دائما نطمح في الفوز على فريق الغريم لان مباراه ديال الديربي. نعود من جديد مشاهدينا الكرام لاستئناف التعليق على تفاصيل الشوط الثاني من عمر هذه المقابله بين فريق الرجاء الرياضي وفريق الوداد. هذا اللقاء الديربي الذي ياتي ليكون هنا بمدينه المحمديه، والذي يبحث من خلاله كل طرف من اجل الاستفاده من تفاصيل هذه المواجهه. الشوط الاول يمكن نقول بانه ما بقاش مستوى كبير، التطلعات ديال الجمهور كريم في الوقت اللي الانتظار اكيد انه انتظار كبير للجوله الثانيه ان تكون افضل، تكون احسن من ناحيه العطاء، من ناحيه المردوديه، وايضا تسجيل الاهداف. جيد الحكم اللي قاد الجوله الاولى، وايضا الملامح ديال مجموعه من اللاعبين الذين يلجون الان الى رقعه الملعب. فالجوله الثانيه نتمنى ان تنسينا في الجوله الاولى، يكون فيها حماس، يكون فيها ايضا محاولات ديال التهديف والبحث على الحلول من اجل التسجيل. نذكر ايضا على انه في خدم النتيجه الحاليه، نتحدث عن في خدم النتيجه الحاليه فنقطه لكل طرف. الرجاء الرياضي اذا سياتي للصداره ب 28 نقطه، فريق الجيش الملكي 27 نقطه، فريق الوداد الرياضي 24 نقطه.
جولة ثانية ربما تغير كل هذه الأشياء، كل هذه الأمور، لذلك سيكون الصراع، الصراع في الشوط الثاني قوي، وحتى الحرص والحذر ربما يكون أشد. على العموم الخيارات الآن تكتيكية للمدربين، هل المجازفة والبحث عن الحلول على المستوى الخط الأمامي أو الركون على المستوى الخط الدفاعي وإبعاد كل خطر ممكن أن يكون قريب من منطقة الجزاء. خيارات أيضا تأتي من خلال تغييرات، تغيير أول غادي نشوفه في التركيبة ديال فريق رجاء الرياضي، والواضح على أنه تغيير اضطراري لأنه آدم الفتي هو اللاعب الذي غادر تفاصيل المقابلة في الوقت اللي يتم فسح المجال للاعب زريدة باش أنه يدخل لرقعة الملعب. إذن محمد زريدة يدخل ليساند زملائه في هذه المباراة. شو تاني كيف سيكون الحال، كيف سيكون المآل على مستوى الخطوط الأمامية؟ فلا فريق الرجاء الرياضي ولا فريق الوداد الرياضي، الكل يصبو للاستفادة من هذه المباراة. خصوصيات عديدة، تغييرات أكيد أنه خاصة في مباراة ديال الوداد والرجاء الرياضي، بعد ما تعودنا سابقا المباريات التي تجرى المستوى الديربي في الجولة العاشرة، الآن الجولة ما قبل الأخيرة من نهاية شطر الدوري الاحترافي الوطني. أيضا لاعب المباراة هنا بمدينة محمدية يعني عوض دار بيضاء، وأيضا الخصوصية ديال التنافس والتباري بالنسبة للفريقين بالنسبة للمباريات الماضية. أعطيت في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الثاني من عمر المقابلة بين فريق الرجاء الرياضي وفريق الوداد. جولة ثانية يعني قلنا بأنه المتمنيات كبيرة أن تكون أفضل أحسن لملا. أدم النفاتي يغادر رقعة الملعب، دخل مكان ديال محمد زريدة، هذا هو التغيير الذي تم رصده قبل انطلاقة الجولة الثانية من عمر هذه المواجهة، في انتظار معرفة كيف سيكون الأمر بالنسبة للدقائق المقبلة. خيارات المدربين التكتيكية وتعاملهم مع المقابلة ككل. كرة من جانب فريق الوداد ضايعة، تصبح للرجاء هجمة مرتدة، انطلاقة أمامية ضائعة من جديد، صراع في خط الوسط، مكعزي الأسرع لاستلام الكرة الماضية، البحث على يوسف بوزوق، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، رأسية ديال الدفاع صابر بوغرين، محاولة بالرأس، إبعاد للخطورة يأتي من جانب جمال حركس، وفي آخر المطاف كرة لصالح فريق الرجاء الرياضي. إسماعيل مقدم بالعمري، بعد الكرة ينزل بالرأس، يعرض كرة من جديد لصالح فريق الرجاء الرياضي، انطلاقة من خفيفي الجهة اليمنى، إشراك بوركسوت، خفيفي إسماعيل مقدم، نزل الكرة ديالو لمبارك، التمريرة ديالو ما كانتش بشكل جيد، تدارك الأمر، تعود من مرة أخرى لصالح فريق الرجاء الرياضي، انطلاقة هجمة للرجاء، عملية هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة صويبة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، ولكن قبل ذلك أعتقد أنه هناك رأي مرفوع من الحكم مساعد، هذا أنه فلزروني انسلال ديالو الهجومي، طريقة ديال الانسلال ديالو على مستوى الخط الأمامي. لاحظوا هنا اللقطة اللي من خلالها أعلن الحكم على التسلل ديال نوفل الأزروني، لاعب سريع. إذن مسيرة التسلل الودادية كانت ناجحة في اللقطة الماضية، انتبهرت عملية هجومية خاطفة سريعة لفريق الرجاء الرياضي، استلام الكرة من الخلف والانطلاقة دخول داخل منطقة الجزاء. إذن يوسف مطيع يلعب كرة مع أمين أبو الفتح، أمين أبو الفتح يمينه، كان إبراهيم اختار كرة أمامية ارتجاه صمو مباشرة صوب الحارس، تغيير كلي للجهة اليمنى، انطلاقة بهذا الشكل، إلى خارج الخط الجانبي، زريدة والمحاولات ديماش أكثر والبحث عن الحلول ضمن هذه المواجهة. حوار ما بين الحكم أيضا، لاعبين من سواء من فريق الرجاء الرياضي أو فريق الوداد الرياضي، سيستأنف المشوار، كرة أمامية، محاولة من جديد للرجاء الرياضي، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، خروج المطيع في المكان المناسب، تمكن من تقدير الكرة بشكل ممتاز، وبالتالي تمكن من الكرة ديالو أمين أبو الفتح، يحيى جبران، أمين أبو الفتح، رجع الكرة ديالو للمطيع،
يحاول يخرج كرة ديالو. إبراهيم لعب الكرة من إبراهيم، ضاعت للرجاء الآن العمري، أو مرور ممتاز، تمريرة عرضية جانبية جانب يسرى، يسري بوزوق، يسري حافظ على الكرة ديالو، يبحث عن تمريرة، يختار كرة مطولة للأمام. زريدة تمكن من الكرة، حكم قول هنالك تسلل، شوف اللقطة، إذن كرة لصالح فريق الوداد. الشوط الثاني الذي يستمر على نفس المنوال للجولة الأولى، لأننا تابعنا الاستلال ديال اللاعب نوفل الزرغوني اللي حاول ما أمكن أنه يخترق دخل داخل منطقة الجزاء. كرة ملعوبة أمامية مباشرة صوب الحارس أنس سنيتي. فوزي بن زرتي سبق له فاز في 4 ديال الدربيات الأول مع الرجاء سنة 2014 فضل الثنائي ديال متولي وياجور، انتصر أيضا مع الوداد الرياضي، كان واجه الرجاء حينها مع المدرب كاريتو. كرة أمامية رجوية، عملية هجومية، فرصة للتمرير، سبقية للمحاولات الهجومية والتعامل مع الكرة على مستوى رقعة الملعب. معطيات ستأتي طوال في الوقت اللي نشوفه هنا محاولة من جانب فريق الرجاء الرياضي. كرة في الخط الأمامي، كان يدير التمرير العرضي، أو مرور ممتاز صابر مورين، تمرير عرضية جانبية، أو هدف، هدف بنيران صديقة، هدف لم يكن أحد يتوقعه بهذه الكيفية، هدف يأتي ليعلن الرجاء هو المتقدم في مباراة اليوم. كيف لعبت، كيف جاء هذا الهدف، كيف جاء الهدف، الطريقة ديال التمرير العرضي الجانبي، ثم بعد ذلك وضع الكره في المرمى. غادي نشوف الاعاده، غادي نشوف الاعاده والعمل، كل العمل لصابر بوغرين، قام بمراوغه جيده جدا الوقت اللي الطريقه ديال التمرير العرضي جانبي ابراهيم يضع الكره في المرمى. شوف هنا صابر بوغرين نزل الكره ديالو، بعد ذلك قام بمراوغه فريده جيده، لاحظوا تمريره عرضيه جانبيه بهذا الشكل هذا، ثم يضع الكره في المرمى. اللاعب الودادي المدافع اللي وضع الكره في المرمى هشام ايت ابراهيم، الذي لم يتمكن من 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 تقدير الكره بشكل جيد. لاحظوا مباشره المرمى في الديربي بين الوداد والرجاء، ياتيك الهدف الاول بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، الهدف الاول الذي كان من جانب فريق الرجاء الرياضي ولكن باقدام وداديه. من كان يتوقع هذه الكره بهذه الشكل وبهذه الكيفيه؟ نعم الرجاء حاول انه يوصل للمرمى، لكن الوداد هو من سجل وسجل على مرمى. فوزي البنزرتي المتابع المراقب لتفاصيل هذه المباراه، استمرار التنافس والتباري بين الطرفين. اذا يستأنف المشوار بين الطرفين، الرجاء يتقدم بهدف واحد مقابل الشيء، ربما يغير في استراتيجية اللعب بالنسبة للفريقين معا. كرة أمامية، محاولة للاندفاع الرجوي وهنالك تغطية، مخالفة تأتي، وضع نفسه في موقف محرج، موقف صعب المدافع الأيمن هشام ايت ابراهيم الذي وجد نفسه يرسل كرة مباشرة إلى الشباك معلنا عن أولى أهداف يخدم مصلحة فريق الرجاء. هذا الهدف، كرة أمامية على مستوى الخط الأمامي، التحضير والتطير، تعود الكرة من جديد ليوسف المطيع، المطيع يغير تماما ليمين أبو الفتح، كرة في خط دفاع الوداد، بناء العملية الهجومية لينطلق، القاعدة الأولى من الدفاع مرورا بخط الوسط، يستمر المشوار بهذا الشكل، عزيمة كبيرة. كرة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب، فوزي البنزرتي الآن سيخرج كل ما لديه من حلول، سيخرج كل ما لديه من أسلحة من أجل البحث عن العودة في مباراة اليوم، وليست بمباراة عادية، هي مباراة الديربي. كرة ملعوبة هكذا مباشرة إلى خارج الخط الجانبي، تماس، لاحظوا السرعة في التنفيذ من عناصر فريق الوداد الرياضي. بوسوفينا يرجع كرة لإبراهيم، تحضير من أمين أبو الفتح،
انطلاقة من جانب فريق الوداد الرياضي الجهة اليمنى، انطلاقة ديال ابراهيم في اتجاه من حمود، حمود تمريرة عرضية جانبية اتجاه بو سفيان، وفي اخر مطاف الى خارج الخط الجانبي للملعب. مباراة بمتابعة جماهيرية اكيد انها كبيرة داخل وخارج الوطن، جماهير تتفاعل مع كل عملية هجومية مع كل محاولة. هنا نشوفوا الحكم حوار مستمر على مستوى رقعة الملعب جيد. إذن كرة في تمس تنفد، سامبو ضاعت تعود مرة أخرى ودادية، بوزوق إعادة الكرة هذه المرة لتكون للرجاء، هنا تطير الكرة لم يكن بشكل جيد. مطيح كان بإمكانه أن يجد نفسه في وضعية صعبة أمام الكرة الماضية، هل هو الارتباك؟ أشياء نعم ممكن أن تقع في عالم كرة القدم. حمود رجع كرة أبو سفيان، ترقى من جل يمنى كرة الوداد ومباشرة إلى خارج الخط الجانبي. من كان يتوقع هذا التقدم بهذه الكيفية وبهذه الصورة من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي؟ كرة مامية سامبو الإنزال، بو سفيان لم يتمكن، صابر بوغرين صاحب الفنيات وصاحب العرضية التي أتى منها الهدف. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، تعطير يعني والبحث عن الاستثمار من سلال الخصم الأطراف، لم تغادر الكرة. برصوف يحاول ما أمكن يوقف كرة أمام لاعبين اثنين، هنالك الانسلام من سيف الدين بورا، كرة تعود من جبران الاندفاع الودادي. الهدف أكيد أنه يغير من استراتيجية اللعب في المباراة. الوداد يصبر التعادل والرجاء يريد التأمين والتأكيد. هنا الانطلاقة من إبراهيم، عملية هجومية، محاولة الودادية، دخول واختراق داخل منطقة الجزاء من حمود. حمود يحافظ على الكرة ديالو، يبحث عن التمريرة العرضية، نعم التمريرة بعيدة كل البعد مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. بو سفيان غير كل شيء في العنوان الماضي، في التصويبة الماضية. فوز البنزرتي، هل من حلول؟ جوزيف زينباور هل يؤكد لأن الأمور الآن تغيرت؟ كرة من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي. دراوي، دراوي يحافظ على كورتو، سولا، كرة ودادية اعتماد على سولا، ينطلق وتمرير في اتجاه من حمود. حمود يستلم، حمود يحافظ على كرة ديالو، تمرير أمامية، محاولة ودادية، اختراق، دخول داخل منطقة الجزاء، بحث عن سامبو، لكن هنالك تغطية من جانب الدفاع. تعود مرة أخرى تكون للوداد الرياضي الذي يواصل البحث والعزيمة من الجهة اليسرى، عملية هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء ويحصل على الزاوية. سيف الدين بورا الذي انطلق بكرة، وفي آخر مطاف كانت هنالك تغطية بتوجه بولكسوف وأيضا مكعاصي، يؤمنان الخط الدفاعي في عملية هجومية للوداد في اللقطة الماضية. زاوية تأتي الآن على يمين الحارس، على يمين الحارس أنس الزنيتي. سيف الدين بورا كان مع ابو سفيان لكن ترك له المهمه لرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء. كره تنفذ في القائم الاول الراسيه، مستمر الخطوره، ازال بهذه الكيفيه من امين ابو الفتح. كره لابو سفيان، يرجع كورتو، اخذ ورد بين عناصر فريق الوداد الرياضي الذي اصبح الان يبحث عن الحل في الهجوم. تغيير كلي، تعود للرجاء، تمريرة، تواجد أرسن سولا، يحصل على مخالفة، تلعب بشكل سريع. دراوي، إبراهيم ينطلق بالكرة، هشام أيت إبراهيم مسجل الهدف الوحيد حتى الآن في شباك فريق الوداد بنيران صديقة حتى الهدف الماضي. انطلاقة من أرسن سولا،
العمليه الهجوميه السرعه من سيفتيبور تمريره داخل منطقه الجزاء في غياب متمم العمليه الى خارج الخط الخلفي للملعب، واحد مقابل لا شيء. سيفتيبور من الجهه اليسرى نعم ياتي الاعداد لبناء هكذا عمليات هجوميه ولكن لا تستثمر على المستوى الخط الامامي. تنفيذ الكره اسماعيل مقدم البركاني السابق في الوقت اللي شوفوا هنا كره للرجاء يخدموا ثقه اكثر يلعبون بمعطيات افضل. هدف زادهم عزيمه من اجل البحث عن الحلول على المستوى الخط الامامي، لكن الوداد هذا الهدف خلاهم يخرجوا من القوقعه الدفاعيه ويبحثون عن الحلول على مستوى الخطوط الاماميه. كره من جبران العميد لسيفتيبورا، سيفتيبورا يلعب الكره مع حيمود كره ديالو اماميه، فرصه لبوسوفيان يحافظ على كرته بوسوفيان داخل منطقه الجزاء، اخذوا الرد الدخول المراوغه البحث عن الانسلال، لكن هنالك تغطيه دفاعيه لا تزال الكره وداديه، عمليه هجوميه من جانب بوسوفيان. رجعت دراوي هذا جمال حركاس يلعب كره ديالو مع في خط الوسط سيفتيبورا، زولا ارسن بعد عليه الكره ضاعت له هجمه مرتده مضاده من جانب فريق الرجاء الرياضي، انطلاقه من جانب صابر بوغرين في اتجاه من يسري بوزوق تمريره ديالو اماميه مطوله، ولكن الاقرب دفاع دراوي كان في المكان المناسب تمكن من ابعاد الخطوره الماضيه. سيفتيبورا تحركات المقابله الان تغير الايقاع ديال اللاعب بين الفريقين. كره للوداد عمليه هجوميه انطلاقه من جانب حمود جبران ضاعت له تمريره ما مشاش بالشكل المناسب. سيفتيبورا كيرفع الكره ديالو داخل منطقه الجزاء، ابعاد الخطوره من جانب محمد زريده، التغيير الوحيد اللي شفنا في مباراه اليوم في ديربي الوداد والرجاء، خروج هذا من الفاتي ودخول محمد زريده. كره وداديه، هل من اسماء قادمه؟ هل من اسماء بامكانها ان تدخل لرقعه الملعب؟ كره من امين ابو الفتح حافظ على الكره، رجع للخلف اشراك جمال حركاس، يحيى جبران الاستلام ربح المسافه، ينطلق جبران تمريره اماميه، سامبو حاول ما يمكن انه يلعبها باخذ ورد، ولكن بوري جونيور سامبو لم يتمكن من القيام بالتمريره بشكل مناسب. الوداد ينطلق يضغط، رجاء ينكمل شعر مستوى خط الدفاع الان، ضائعه تصبح الكره بين اقدام نوفل الزرهوني، طولها للامام بعد الشيء اللي خلاه انه يفقدها نوفل الزرهوني. يمين ابو الفتح الكره تعود من جديد ليحيى جبران، الانطلاق على مستوى خط الوسط بناء العمليه الهجوميه، ياتي من سيفتيبورا يرجع كرته للخلف، تمريره اماميه مطوله مقدم في المكان المناسب، نزل الكره بالصدر تعامل معها بهدوء، قطعه اخرى من القطع التي سيعتمد عليها فوزي البنزرتي، سيدخل ليكون البديل ليكون لاعب ونجم. التغيير المقبل في تشكيلة فريق الوداد الرياضي المتأخر بهدف واحد مقابل لا شيء أمام الرجاء، يسري بوزوق كان نشيطا في مباراة اليوم في الشوط الأول، سما في العديد من العمليات الهجومية والمحاولات. جوزيف سينباور يتابع نظرة الألمانية المواكبة لمباراة اليوم والحلول التي بإمكانها أن تأتي في أي لحظة. يلا دكتور يلا نشوفوا الان هنا توقف واخذ تعليمات فريحي الذي حمل على عاتقه المساله التدريبيه في المباريات السابقه لفرق الوداد الرياضي، اليوم بمعيه فوز البنزرتي يواصل المسير ويبحث من امكانه للتالق رفقه فريق الوداد. كان سيكون هنالك تغيير لكن الواضح لانه يتم ارجاعه اذا الى وقت لاحق.
كرة تلعب تحضير من جانب فريق الوداد الرياضي. تغيير كل الجهة اليسرى. زولا يلعب كرة مع أبو سفيان، يغير مكانه باستمرار رفقة اللاعب سيف ديمبورا. كرة عن جبران، تمريرة أمامية طويلة. هذه كرة أخذ ورد يسير بهذا الشكل. كرة في تماس، ينتبه الحكم للتغيير الذي سيأتي من جانب فريق الوداد الرياضي. دنسا يستمر مشوار، عملية من جديد في خط الوسط. انطلاقة رجوية، كرة في اتجاه مكعزي، إذا انطلاقة هجمة، محاولة اختراق دخول داخل منطقة الجزاء، تمرير عرضية جانبية، فرصة والهدف. ثاني الهدف للرجاء اليوم. بزريدة يضع الكرة في المرمى، معلن عن الهدف الثاني للرجاء في ديربي الوداد والرجاء. نعم، زريدة يغير العنوان، يغير النتيجة. هدفان مقابل الشيء، نظرة ومتابعة من جانب زيمباور. تنتهي البقية أكيد أنهم سعداء بما تم تحقيقه في العملية الماضية. هذه لقطة تختزل أشياء عديدة من فوز البنزرتي الذي يظهر على أنه تلقى الهدف الثاني القاسي الصعب. شوفوا هنا اللقطة، غياب التسلل على مستوى بناء هذه العملية الهجومية. الانطلاقة السريعة من جانب يسري بوسوق، تمريرة بالمقاس. زريدة يضع الكرة في الشباك، معلن عن ثاني الأهداف في ديربي البيضاء الذي يلعب في المحمدية. الأخضر اليوم يحلق عاديا، الأخضر اليوم يظهر على أنه حقق الهدف الثاني ويسير بنتيجة إيجابية في ملعب البشير. المطيع دخلت شباك كرتين اثنتين، جاءت بهذه الشكل وبهذه الطريقة. هذا زريد السعيد، هذا زريد السعيد بعد الهدف الأول اللي جاء من جانب اللاعب هشام أيت إبراهيم. هدفين مقابل شيء. زريد يتلقى البطاقة الصفراء لخان القميص، سجل الهدف. المشوار هل يستلف هل يستمر؟ حكم المواجهة جيد في حوار في الوقت اللي هنالك. متابعة زكريا الوردي الذي يستعد من أجل الدخول، سيكون بديلا لمن؟ إذن يغادر صابر بوغرين ويدخل مكانه اللاعب زكريا الوردي. هذا التغيير الذي ياتي من جانب فريق الرجاء الرياضي. هدفان مقابل لا شيء. النتيجه المسجله هنا بمدينه المحمديه. لاحظوا السعاده الكبيره، طريقه حوار تيم باور مع لاعب صابر بوغرين في هذه المواجهه. مراوغه اللي قام بها في الهدف الاول كان ثمينة جدا. الرجاء يواصل المشوار، اخطاء على مستوى خط الدفاع من جانب فريق الوداد الرياضي، يستفيد من الرجاء الرياضي. كرة على مستوى خط الامامي، تحضير تمرير عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، والاقرب كان هو الحارس المطيع. تلعب مرة ثانية، الانزال بهذه الشاكلة، تعود للرجاء الرياضي. مقدم انس سنيتي، المرمى الفارغة، محاولة مستمرة. تلعب الكرة من جانب فريق الرجاء الرياضي على مستوى خط الوسط. الرجاء يصل إلى 25 هدف هذا الموسم بتسجيل الهدفين اللذان دخل في شباك الحارس يوسف المطيع. كانت عنده 23 هدف، يضيف هدفين اثنين وبالتالي 25 هدف. دخلت شباكه هذا الموسم 10 اهداف فقط. الوداد الرياضي سجل عليه 11 هدف هذا الموسم بالاضافه للهدفين اللي شدناهم في مباراه اليوم. 13 هدف في شباك الوداد هذا الموسم. كره اماميه، تغطيه دفاعيه، تعود مره اخرى للمطيع، يستفيد من هذه الكره يوسف. تغيير كل الجهه اليسرى، من حركس التمرير. مبارك قام بالتغطية أمام دراوي، الوداد يستفيد من المخالفة، تنفذ. أمين أبو الفاتح يستلم من الجهة اليسرى، يلعب مع جبران. يحيى ينطلق،
عملية هجومية ودادية، تمرير عرضية دائرية، كرة من جانب فريق الرجاء الرياضي في خط الوسط، عملية المرور، الحكم يقول وصل اللعب، سقوط نوفل الزرغوني. هدفان مقابل لا شيء. جماهير الرجوية أكيد أنها سعيدة الآن بهذا التقدم، فيما جماهير الوداد تمني النفس بعودة سريعة من جانب فريق الوداد الرياضي. تالي مشاعر هنا تختلف هناك، كرة في خط الوسط، مبارك تدخل الماضي، مخالفة يقول الحكم. حمود في خط الوسط يبحث عن الحلول، يبحث عن إمكانية للاستفادة من هكذا كرات. هشام بوسفيان يغادر رقعة الملعب، يفسح المجال لمحمد ناجم. فوز البنزرتي، جالس يراقب التونسي الذي صار وجال في العديد من الأندية، بالماريس خاص، بروفايل خاص في تحضير لهذه المباراة، تحتاج لأكثر من ورقة حديث على النجم الساحلي، على فريق العاصمة الجزائرية، الحديث على الرجاء الرياضي سابقا، شباب منسير، الصفاقس، المنتخب الليبي، غيرها من المنتخب التونسي، غيرها من الفرق التي صار وجال معها. الشرقي البحري يظهر على أنه حل من الحلول التي سيدخلها لمباراة اليوم فوز البنزرتي. 20 دقيقة متبقية على نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة، هدفان مقابل لا شيء. الرجاء يتقدم، كرة ملعوبة أمامية بهذه الكيفية مباشرة صوب الحارس، الإنزال من جانب أنس الزنيتي، تهدئة اللعب، عدم التسرع. غادرت الخط الجانبي للملعب، الكرة الماضية تلعب سيفتين بورا بشكل سريع، الإيقاع البطيء سيخدم مصلحة فريق الرجاء، السريع سيبحث من خلاله فريق الوداد العودة على الأقل بهدف لتدليل الفريق، لذلك تبقى الأمور مفتوحة بين الطرفين. جولة ثانية مغيرة على ريتم إيقاع الجولة الأولى اللي كان فيه حذر كبير وكبير جدا. كرة ودادية من الجهة اليسرى، انطلاقة من جانب حمود، حمود يحافظ على الكرة ديالو، يبحث عن التمرير، تغطية، تعود للوداد الرياضي. سولا، نسبة احتكار الكرة في الشوط الثاني 54% للرجاء، 46% لفريق الوداد الرياضي. تقدم طفيف لفريق الرجاء الرياضي على مستوى حيازة الكرة، احتكار الكرة والهيمنة، تفاصيل التباري، تمريرة بهذا الشكل، المطيع على أقرب، جبران، أمين أبو الفاتح، أخذ ورد على مستوى المنطقة الدفاعية لفريق الوداد الرياضي. أمين أبو الفاتح، هدوء، مطيع يلعب كرة أمامية، رجعت مرة أخرى عن سولا، بناء العملية الهجومية من جانب فريق الوداد الرياضي بهذا الشكل من جانب حمود، تغيير كلي لإبراهيم، إبراهيم ماذا يفعل لحفظ على الكرة ديالو، عملية هجومية للوداد من سيف الدين بورا، اختار الصمت ولكن انسجام يظهر على أنه غير جيد بالمرة بين عناصر فريق الوداد الرياضي خاصة في الشق الهجومي. من أنس الزنيتي، التغيير على مستوى المنطقة الدفاعية، كعاصي إبعاد الخطورة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي الملعب، تماس يقول الحكم لصالح فريق الوداد. ما تبقى من دقائق هذه المواجهة، الوداد سيعرف وجهة واحدة للدفاع، ربما سيكون صوب مرمى الحارس أنس الزنيتي بحثا لتدليل الفريق في مرجع رياضي، سيؤكد النتيجة. كرة أمامية، محاولة هجومية من الجهة اليمنى، إبراهيم يحاول ما أمكن يمرر الكرة ديالو ولكن لم يتمكن من ذلك على الصورة، هشام ميت إبراهيم كان العملود، والانطلاق اللي يجي أيضا
الجهه اليمنى كره للوداد تمريرة جانبيه داخل منطقه الجزاء تغطيه من جانب الدفاع يندفع بشكل كلي فريق الوداد الرياضي السنزولا جبران حمود اخذ ورد مع السيفتين بورا منجم ارجع كره ديالو يحيى جبران ينطلق فريق الوداد من خلال يحيى جبران على مستوى الخط الامامي حمود عمليه هجوميه يرجع مره اخرى لجبران تمريره الجهه اليمنى سيفتين بورا سيفتين بورا حاول يمر ولكن ضاعت الكره يسري بوسوق تعود من جديد الكره لتكون لصالح فريق الوداد الرياضي نتيجه تجعل الرجاء في صداره ترتيب الدوري الاحترافي الوطني مؤقتا مشاهد هنا سقوط كرة أمامية محاولة هجومية تمريرة داخل منطقة الجزاء في آخر مطاف إلى خارج الخط الخلفي للملعب تنافس مستمر كرة تنفذ تحضير من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي حمود تحضير رأسية ممتازة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي العميد بنفسه يصعد للخط الأمامي يبحث عن الحل يبحث عن رأسية لتكون في شباك الحارس أنس الزنيتي لعبها بهذه الطريقة وبهذا الشكل ولكن مرت بمحاداة القائم الأيسر أنس الزنيتي تابعها بالعين المجردة لاحظوا كيف جاءت هذه العملية هذا الانسلال وهذا الاندفاع الخط الأمامي بالمحاداة من القائم الأيسر كان يتوقع في الشباك لكن مرت هكذا كرة رجوية من الجهة اليمنى بالكعب ترجع لمن لبولكسوت الانطلاقة الهجومية من الجهة اليمنى مرة ثانية الانسلال تمرير عرضي جانبي وبالصدر الانسلال من أمين أبو الفتح صوب الحارس يوسف المطيع 76 دقيقة مشوار هذه المباراة يسير نحو النهاية ديربي بين الوداد والرجاء نتيجة هدفين مقابل لا شيء تغييران اثنان قادمان من جانب فوزي البنزرتي في هذه المواجهة كرة تعود مرة أخرى للوداد الرياضي في خط الوسط دراوي يستلم بكل هدوء إعادة الكرة للخلف الخيارات المتاحة المتبقية فيما تبقى من تفاصيل هذه المواجهة للمدربين معا كيف ستكون أمامية مباشرة صوب الحارس فوزي بنزرتي يظهر على أنه سيحاول تقديم كل أوراقه كرة في خط الوسط رجعت مرة ثانية للحارس أنس زنيتي كرة من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي على مستوى خط الدفاع شبران العميد دور مهم جدا رفقة فريق الوداد الرياضي شوف هنا عملية تأتي من جانب نوفل الزروني أخذ المراد يسري بوزوق الانطلاقة تصدي على مستوى خط الدفاع من أمين أبو الفتح عملية هجومية محاولة ماضية أمين أبو الفتح أتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة في صراع قوي يدية كبيرة بين اللاعبين إذن حكم المواجهة أكيد أنه سنتابع إشارة للبطاقة الصفراء لاحظوا هنا العملية بهذا الشكل السقوط على أرضية الملعب زريدة حاول ما يمكن أنه ينطلق وأمين أبو الفتح حاول ما يمكن أنه يأمن المنطقة الدفاعية Thank you.
الفرحان إيمان. إذن بطاقة تشار في حق أمين أبو الفتح تدخل الماضي. إذن ثلاث تغييرات تأتي في هذه اللحظات: شرقي البحري، متصل عتيبي، وأيضا حمد الولي. هذه الأسماء التي تستعد من أجل دخول الوداد الذي يصبر للاستفادة من الدقائق المقبلة بطموحاته وبرغبته. نشوف الأسماء التي ستغادر رقعة الملعب. متصل عتيبي في آخر 10 دقائق من اللعب غادر خط أو غادر المباراة هشام عيت إبراهيم. هنا حمد الهولي ثم أيضا حمود يغادر تفاصيل هذه المواجهة. دخول للشرق البحري. التغييرات الثلاثة التي تأتي دفعة واحدة. ضربة خطا الكرة ثابتة لصالح فريق الرشاد الرياضي. خلف هذه الكرة هنالك نوفل الزرعوني. إذا التحضير للتعامل مع هذه الكرة من جانب فريق الرجاء الرياضي. الحكم طال الأمطار القانونية. تنبيه للجدار من جانب يوسف مطيع. مجموعة من اللاعبين كانوا خلف الكرة. يفسح المجال في آخر مطاف لنوفل الزرعوني. وضع الكرة ديالو رجع للخلف. إذا الصافرة تأتي من الحكم. زرعوني يتقدم تصويبة أمامية مباشرة والحارس يتمكن من إيقاف هذه الكرة في مناسبتين اثنتين. المطيع الذي تمكن من إيقاف تصويبة قوية مباشرة بهذا الشكل خذ وقته الكافي وتعامل معها بندية. لاحظوا ردة فعل نوفل الزرعوني مع الضياع الكرة الماضية. تغيير قادم في تشكيلة فريق الرجاء الرياضي. يسري بوزوق يغادر تفاصيل هذه المباراة. يفسح المجال للمادي موهوب الذي يدخل رقعة الميدان. كرة في زاوية زريدة تعود مرة أخرى. هذه الكرة على مستوى الخط الأمامي. إلى حمود عيت إبراهيم وأيضا بورا. هذه الأسماء التي غادرت تفاصيل المواجهة. دخل كل من حمد الهوني تصل حتيمي. شوف هنا الانطلاقة كرة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي. الوداد يحصل على زاوية الآن يندفع يندفع في الهجوم. تلعب هذه الكرة بشكل سريع ونجم كرة تنفذ. تحضير مرة أخرى من جانب فريق الوداد الرياضي. ضايع الكرة الماضية. كرة مباشرة صوب الحارس المطيع. يلعب كرة ديالو في خط الوسط بالراس. تمريرة جانبية هذه أمامية. هجمة مرتدة مضادة سريعة للرجاء الرياضي داخل منطقة الجزاء. وتغطية من جانب العميد من يحيى جبران. يلعب الكرة الجهة اليسرى. انطلاقة للوداد. مخالفة يعلن أن الحكم أونجم كان يبحث عن السرعة للمرور من الجهة اليسرى أمام كعاصي اللي قام بالتدخل الماضي. كرة من جانب فريق الوداد الرياضي. لا زال يواصل المسير يبحث عن الحلول في الخط الأمامي. كرة للوداد ونجم. تمرير عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء. الإنزال بهذا الشكل منتصر. يترك الكرة دراوي منتصر.
يرفع كرة داخل منطقة الجزاء بالراس، إنزال بهدوء. ست دقائق الأخيرة، التنفس القوي. المتابعة الدقيقة لحركات مجموعة من اللاعبين على مستوى رقعة الميدان. مشوار هذه المنافسة اللي بإمكانه نقدم حلول على مستوى الخطوط الأمامية. كرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي، رأسية تعود من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي. عودة من جانب اسطنبول للقيام بمهام دفاعية. تغطية من جديد للرجاء خط الوسط. غازي تمريرة أمامية للرجاء الرياضي، عملية هجومية تأتي من خلال تمرير عرضية جانبية، وأمين أبو الفتح يتمكن من إبعاد الخطورة. تم وضع ديالو في المكان المناسب، قراءة وتقدير جيد العرضية. صعود ديال مادي موهوب، البحث على الفرص على مستوى الخطأ الأمامي في الوقت اللي هنالك إصابة، نتمنى ما تكونش مؤثرة. نشوفوا هنا الطريقة ديال إبعاد الكرة الماضية في الوقت اللي كان هناك سقوط، يعني لوحده على مستوى رقعة الملعب. إذن جوج ديال الأهداف مقابل لا شيء، النتيجة المسجلة في هذه المباراة، مباراة الديربي بين فريق الرجاء الرياضي وفريق الوداد الرياضي. بعد ما تابعنا وإياكم تفاصيل الشوط الأول بدون أهداف، الجولة الثانية تغيرت الأمور، بالتالي الهدف الأول اللي جاء من جانب اللاعب أيت إبراهيم اللي سجل ضد المرمى ديالو، ثم بعد ذلك زريدة كيوضع الكرة في المرمى. معلنا على الهدف الثاني فريق الوداد الرياضي يسبو لإيجاد السبيل من أجل التسجيل في هذه المقابلة، في الوقت اللي كنشوفوا أن التغيير قادم في التشكيلة ديال فريق الوداد الرياضي. أنس الرغاتي السعيد للدخول، غادي يكون هنالك تغيير اضطراري في التركيبة ديال فريق الوداد الرياضي. السرغاتي السعيد للدخول، بصولة. إذن يغادر إلى خارج رقعة الملعب. سرعات إذن هو البديل الذي يأتي في هذا الوقت. تحضير إذن في تماس كرة للرجاء. تلفاد بخارج قدم بعيدة، زروني نزل كرة ديالو. بلامري زروني يحاول يراوغ، ممتاز دور ديال المنتصر على مستوى الخط الدفاعي، تمكن من ايقاف الكره. تعامل ايجابي مع الكره الماضيه. تسلل تيبي، كره ترجع من جديد للوداد خط الوسط. هي جبران العميد، تغيير كلي الجال يمنى. منتصر يلعب كره ديالو اماميه، ارضيه ضائعه، بحث على ونجم وبحث على حمد الهوني، لكن ضاعت. رجعت عند مبارك، مبارك تمريره ديالو الاماميه الجال اليسرى، وراي مرفوع من الحكم مساعد معلن على تسلل ديال اللاعب نوفل الزرولي. شوفونا اللقطه ديال الانطلاقه في هذه العمليه الهجوميه، الجهه اليسرى ديال فريق رجاء الرياضي. الى كره في خط وسط، كره للوداد، هدوء. تلعب هكذا تمريرات بين اقدام عناصر فريق الوداد الرياضي. عوده للشرق البحري، لمس الكره على مستوى خط وسط، تمريره الجهه اليمنى، انطلاقه ديال الدراوي، يرجع كره ديالو. تلفاد كرة مباشرة إلى خارج خط جانبي الملعب. يحيى جبران كيحاول ما أمكن أنه يقدم الإمدادات الهجومية.
الباقي لاعبين فريق الوداد الرياضي على المستوى الخط الامامي في الوقت اللي هنا تغيير يغادر نوفل الزروني. تفاصيل هذه المواجهه ويدخل اللاعب مروان زيلا كره لصالح فريق الوداد تمريره ولكن مشات بعيده مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. انفاس الاخيره اذا من الوقت القانوني لهذه المباراه. تنافس مستمر بين الطرفين. تلعب هذه الكره على مستوى الخط الامامي لصالح فريق رجاء الرياضي. تغطيه الدفاعيه للوداد يزال من مروان زيلا يحاول ما امكن يلمس الكره ديالو. كاينه مخالفه وردي شوفونا سقط على ارضيه الملعب. اذا قلت بانه نتمنوا اذا على مستوى المشاركه الخارجيه لفريق الوداد الرياضي في المنافسات ديالو خاصه بدوري ابطال افريقيا تالق في الوقت اللي ايضا نتمنوا مشاركه هامه للمنتخب الوطني المغربي على مستوى كاس الامم الافريقيه دور بصوره جيده المحفل القريب. هذه جولة ما قبل الأخيرة انتظار الجولة الأخيرة المزيد الستار لتفاصيل المنافسات خاصة بالشطر الأول من منافسات الدوري الاحترافية. رجاء الرياضي الذي يسير اليوم في هذه المباراة للتعامل مع آخر خمس دقائق يضيف الحكم كوقت بدل ضائع. كرة ملعوبة على مستوى خط وسط تحضير كل الجهة اليسرى العامري انطلاقه هجوميه من جانب مبارك حافظ على الكره ديالو رجعها من جانب دراوي اختيار الكره على مستوى خط الوسط في اخر مطاف هنالك مخالفه يقول الحكم. جوزيف سينباور يراقب تلعب هذه الكره من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي. تمريره على مستوى الخط الامامي الجهه اليمنى ونجم تمريره عرضيه جانبيه تغطيه للرجاء الرياضي. الوداد يندفع على مستوى الخط الامامي يصبو لتسجيل هدف. شوفنا السقوط هنا اذا استمرار العمليه الهجوميه من جانب فريق الوداد الرياضي داخل منطقه الجزاء. زيلا ابعاد الخطوره مباشره الى خارج الخط الجانبي. العمليات التي تاتي داخل منطقه الجزاء والشد العضلي والخصو يعاني منه في اللقطه الماضيه. كره وتحضير في اتجاه دراوي. دراوي حافظ على الكره ديالو يختار في اخر مطاف تمريره في اتجاه نجم عرضيه جانبيه داخل منطقه الجزاء. الانزال بهذه الكيفيه والمحاوله مستمره الى ان غادرت خارج الخط الخلفي للملعب. سوي لصالح فريق الوداد تنفذ داخل منطقة الجزاء. البحث عن رأسية الشرق البحري لكن إلى خارج الخط الخلفي للملعب في مدينة قوسنيقة. لاحظوا الكرة كيف نفذت داخل منطقة الجزاء بهذا الشكل طول قام المسها لكن لم يتمكن من تغيير مسارها. الكرة تعود في اتجاه دراوي ينطلق أمامية تنافس مستمر متواصل بالنسبة للطرفين في هذه اللحظات. رجاء الرياضي أمن لهدفين اثنين وفريق الوداد الرياضي يصبو للوصول إلى مرمى الحارس الأستاذليتي. هنا عملية هجومية كرة بالراس الإنزال والتغطية تأتي من جانب جبهة حركاس مطيع في اتجاه من أبو الفتح ينزل هذه الكرة انطلاقة من جانب سامبو تغيير كلي جهة اليسرى كرة للوداد عملية هجومية محاولة من جهة اليسرى بحث عن المرور جمال حركاس دراوي
ونجم دراوي يستفيد من هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. عملية هجومية تصويبة إلى خارج الخط الخلفي الملعب زاوية لصالح فريق الوداد الرياضي. بسرعة بسرعة يتم التعامل مع كذا كرات. ونجم على يسار الحارس الاستسنيتي تأتي كرة في الزاوية. ركنية تنفذ البحث عن الراسية. تغطية دفاعية ينكمش فريق الرجاء الرياضي دفاعيا ويتقدم فريق الوداد بحثا عن الحلول. كرة في الخط الأمامي جبران يحيى يرفع كرة. عودة لإسماعيل لمقدم كرة من بولكسوت ضعت له هجمة مرتدة مضادة من جانب فريق الرجاء الرياضي. الانطلاقة من الجهة اليمنى من مروان زيلا الاعتماد على انطلاقة لاعب محمد زريدة. تمريرة أمامية داخل كانت محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء لكن تغطية دفاعية اليمين أبو الفتح بيفسح ويزيح كل خطر ممكن. الجهة اليسرى مقابلة شوط ثاني مغير تماما للشوط الأول. إذن نسير لمعاينة هذه العملية الهجومية من جانب فريق الرجاء الرياضي على مستوى الخط الأمامي. رأي مرفوع من الحكم مساعد معلنا مغادرة الكرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. مباراة مقبلة للرجاء الرياضي ستكون أمام فريق المولودية وجدية. الوداد الرياضي سيواجه فريق المغرب التطواني لسد الاستثمار على تفاصيل هذه الجولة جولة 15 في الوقت الذي سيستمر الصراع ضمن هذه الجولة بين عديد من الفرق الوطنية مولودية وجدية فتح رباطي المغرب الفاسي شباب محمدية اتحاد طنجة نهضة سنابرة تابع هذه الانطلاقة بهذا الشكل. حاول من جانب نجم ولكن تغطية من جانب بالعمري. تحضير بهذا الشكل وفي هذه اللحظات يعلن الحكم جلال جيد على نهاية تفاصيل هذه المباراة بالنتيجة المعروفة هدفان مقابل لا شيء. أهداف كل من لاعب أيت إبراهيم ضد مرمى وأيضا لاعب محمد زريدة. هكذا انتهى هذا اللقاء الديربي بين فريق الوداد الرياضي والرجاء الرياضي على أرضية ملعب البشير بمدينة المحمدية. يزدل ستار هذه المشاركة القوية بين الناديين. إذن تابعنا وإياكم مشاهدي الكرام تفاصيل هذا اللقاء لقاء ديربي والفوز الذي أتى من جانب فريق الرجاء الرياضي على حساب فريق الوداد الرياضي. فرحة زريدة خفيفي والبقية في الوقت الذي نتابع من خلاله صور أيضا مع عناصر فريق الوداد الرياضي. إذن يوزا ستار تفاصيل هذه المباراة تابعنا وإياكم هذا اللقاء قادم المواجهات أكيدا وعبر قناة الرياضية مواكبة لتفاصيل هذه الجولة. مولودية وجدية الفتح الرباطية المغرب الفاسي شباب محمدية اتحاد طنجة نهضة سنابرة. هذا اليوم يوم غد اتحاد توارقة أولمبيكا سفي يوسف برشيد حسن تقدير نهضة بركان شباب السول المواجهة الشمالكية المغرب التطواني. تنافس سيكون مستمر ومتواصل ضمن منافسات البطولة الاحترافية. إذن بهذه الإحصائية أودعكم مشاهدي الكرام ألقاكم في قادم المواعيد الرياضية. إلى اللقاء.